هل يشترط لوضع الحنة على رأس الطهارة أو لا يشترط؟ وهل يمنع الحنة وصول الماء إلى بشرة؟ استعمال المرأة للحنة أمر مطلوب لا بأس به، لأنه من جمالها ومن ولا يشترط أن تضعه على طهارة، لا يشترط أن تضعه على طهارة. وعند الطهارة إذا كان يحجب الماء، يحجب بلل المسح لا يصل إلى الشعر، فإنها تزيل هذا الجرم الكثيف، تزيل الحنة وتمسح على رأسها. أو كذلك الاغتسال، أرادت أن تغتسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس، فإنها تبلغ الماء إلى الشعر وتزيل ما يعوقه من الحنة وغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.